الكرام، بحييكم من داخل منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. خلينا نقول أن النهاردة بدأ العمل الفعلي داخل المنظمة ببداية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73. مشاركة الرئيس السيسي لا تقتصر فقط على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيبقى أيضا له العديد من اللقاءات الثنائية وأيضا حضور قمم بتقام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لو هنتكلم عن القمم في البداية، خليني أقول أنه اليوم كان هناك قمة نيلسون مانديلا للسلام. القمة دي بتقام هذا العام بمناسبة مرور مئوية المولد الرئيس أو الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا. تحدث في هذه الجلسة العديد من رؤساء دول العالم، وإحنا في صدى البلد نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة، لكن أنا عايزة أتوقف عند كلمة الرئيس لأن كان فيها عدة نقاط مهمة جدا. الرئيس مثلا، يعني أنا كنت قاعدة بتابع كلمة الرئيس بشكل قوي وإحنا قاعدين في المركز الصحفي، يعني الرئيس اتكلم على القيم الإنسانية اللي ضرب بيها المثل نيلسون مانديلا في أفريقيا بشكل عام، وبذل من أجل هذه القيم الإنسانية كل ما هو غالي ونفيس. كان الكرامة الأفريقية والشخصية الأفريقية والاعتزاز بالوجود الأفريقي وعدم التمييز بكل أشكاله، دي من ضمن القيم الهامة اللي كان الرئيس حريص على أنه يظهرها في كلمته، وذكر أمثلة عديدة من زعماء أفارقة قدموا نموذج مشرف للقارة الأفريقية زي الزعيم نكروما والزعيم جمال عبد الناصر. الرئيس ركز كمان في كلمته على نقط هامة جدا. خليني أقول مثلا أنه اتكلم على أن احنا في القارة الأفريقية في حاجة وفي أمس الحاجة لأطر فعالة لتعزيز الحكم الرشيد. لماذا؟ لحقوق الإنسان، لأن لما الإنسان الأفريقي يستطيع أن يحصل على حقه يبقى أنا هقدر أن أنا أقضي على الفقر، أقضي على الأوبئة، أقدر أن أنا أمكن المرأة. الرئيس كان حريص كل الحرص على ذكر ذلك في كلمته، وقال أنه المجتمع عليه أن يعمل سويا من أجل التعاون. القضية الأهم التي يحملها الرئيس في كل كلماته دحر الإرهاب. الرئيس دايما حريص على أنه يبقى دحر الإرهاب والتعاون الدولي لدحر الإرهاب من النقاط الهامة جدا. أيضا الرئيس تحدث في كلمته عن دعم الأمم المتحدة للارتقاء بفاعلية المنظمة وتعزيز قدرتها على صيانة السلم والأمن العالمي الاجتماعي، وأيضا يجب على الدول انها تتفهم ذلك وتقبل ذلك ايضا، ودي دعوة للمشاركة الفعلية والعملية لكل دول العالم لمساندة الأمم المتحدة في دعم السلام.